في قضية إذا تتبعتها في القرآن وجدت فيها عجبا من الإحكام، إذا تتبعت في الصور وفي الآيات التي أقسم بها الرحمن سبحانه وتعالى تجد عجبا يدلك على براعة الإحكام، وهي أن التناسب، يوجد تناسب بين المقسم به والمقسم عليه، تناسب بين المقسم به والمقسم عليه. تعالوا نشوف هذا الكلام الجميل وهذه الإشارة، وهذا الأمر فيه رسالة علمية، التناسب بين المقسم به والمقسم عليه. يعني إذا بحثتم في على الشبكة العنكبوتية وقلتم التناسب بين المقسم به والمقسم عليه، تستطيع أن تنزل هذه الرسالة وتستفيد منها وأثرها في التفسير. تعالوا نشوف مثلا في الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. أقسم الله عز وجل بالضحى على إنعامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرامه، لأنه قال والضحى ثم قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني أقسم بالضحى والليل، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. أقسم سبحانه وتعالى بالضحى على إكرامه وإنعامه وإعطائه لرسوله ما يرضيه، متضمنا ذلك تصديقه له، فهو قسم على صحة نبوته وعلى جزائه في الآخرة، فهو قسم على النبوة والميعاد، وأقسم بآيتين عظيمتين من آياته دلتين على ربوبيته وحكمته ورحمته، وهما الليل والنهار. فتأمل، طيب أنت تقول الوقت أقسم بالضحى وهذا هو المقسم به، طيب ما مناسبة المقسم به بالضحى والمقسم عليه؟ تأمل مطابقة هذا القسم المقسم به، وهو نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل للمقسم عليه وهو نور الوحي. نور الضحى ونور الوحي، لأنه قال هنا ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، في نور الضحى وفي نور الوحي. تأمل مطابقة القسم، وهو نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل، وأنتم تعرفون في ظلام الليل شديد، ثم يأتي بعد كده النهار، وأحسن وقت في النهار في الإضاءة وفي الإشعاع وفي النور هو وقت الضحى. ثم قال المقسم عليه وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه، حتى قال أعداؤه ودع محمدا ربه، ودع محمدا ربه، فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه. وأيضا فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي فلق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والنبوة، فهذان للحس وهذان للعقل. لاحظوا، تأملوا في الحس، في الحس كان الظلام شديدا في الليل، ثم جاء النهار فأمحى الظلام، وكذلك جاء نور الوحي فأزاح الجهل، نور الوحي أزاح الجهل، ظلام الجهل، عندما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وهو نور، وجاء أيضا بالنور كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يا سلام، النبي نور والقرآن نور صلى الله عليه وسلم. فجاء النور بالنور فأزاح ظلام الجهل وظلام الشرك. الشرك ظلام، الجهل ظلام، أزاحه الله عز وجل بنور الوحي سبحانه وتعالى، كما أزاح ظلمة الليل بخروج النهار وبزوغ النهار وظهور النهار. فتأملوا هذا التناسب الجميل ما بين نور الضحى ونور الوحي. نور الضحى أزاح الله به ظلام الليل، ونور الوحي أزاح الله به ظلام الشرك والجهل. أحسنتم، ما شاء الله. وإذا لم يحدث ذلك لا ترك العباد في ظلمة الجهل والشرك والعياذ بالله، وما استطاع أحد أن يخرج منه. فأضاء الله كما أضاء، وهذا قانون. لاحظوا هذا الأمر جيدا في القرآن، أن الله سبحانه وتعالى كما جعل قانونا للشمس، جعل قانونا أيضا وسنة للوحي. قانون الشمس عندما ينتهي الليل يأتي النهار ويبزغ، فالنهار هو الذي يزيح ظلام الليل، النهار يزيح ظلام الليل. فكذلك قانون الوحي، الوحي يزيح ظلام الجهل والشرك. ما أعظم هذا التشبيه وأجمل هذا التشبيه. لعل الفكرة أصبحت واضحة. فإن الذي اقتضت رحمته ألا يترك عباده في ظلمة الليل سرمدا، بل هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم، لا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والشرك والغي، بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دينهم دنياهم وآخرتهم. فتأمل هذا الارتباط الجميل. هل هذا أصبح مفهوما؟ التناسب يا غيث، هل وضحت الفكرة؟ هل يستوي في العقول أن يترك الرحمن عباده في ظلمة الليل سرمدا؟ لا، كذلك لا يستوي في العقول أن يترك الرحمن عباده في الشرك سرمدا. فكما أزاح بنور النهار ظلمة الليل، أزاح سبحانه وتعالى بنور الوحي ونور القرآن ظلمة الجهل والشرك. فتأمل رحمة الله في ذلك، وحب الله عز وجل لعباده الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور، كما قال سبحانه وتعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهذا قانون، ما أعظم كرم الرب الكريم سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف القسم في سورة الواقعة وجمال القسم في سورة الواقعة. تأمل، قال ربنا: فلا أقسم بمواقع النجوم. أقسم ربنا بمواقع النجوم، وأين مواقعها؟ مواقعها في السماء، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أي أن القسم بمواقعها وبعدها وحفظها وصيانتها عظيم جدا. لاحظوا أن النجوم لا يستطيع أحد أن يمسك بها، فهي مصانة محفوظة. تأملوا هذا، وتأملوا أيضا ما جاء في هذه الصورة في قوله إنه لقرآن كريم
في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الله سبحانه وتعالى أقسم بمواقع النجوم وأنها بعيدة جدا أن وأنها مصانة ولا يستطيع أحد أن ينال منها. فكذلك القرآن الكريم في اللوح المحفوظ في كتاب مكنون محفوظ مصان، فلا يستطيع أحد مهما أوتي أن ينال من القرآن، أو أن يعني يصيب القرآن بشيء يؤدي إلى إزاحة هذا القرآن عن الحياة، أبدا لا يحدث. السؤال: هل أحد يستطيع أن يمنع النجوم أن تخرج في السماء؟ هل أحد يستطيع؟ لا. هل أحد يستطيع أن يمسك بالنجوم في السماء ويفعل بها ما يشاء؟ لا. فكذلك القرآن الكريم مصان، كما صان الله عز وجل النجوم في السماء صان القرآن في اللوح المحفوظ، ولذلك لن يستطيع أحد مهما أوتي من قوة أن ينال من القرآن، لأن الرحمن وعد بحفظه سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحفظ مرتبط بهذا القرآن، لاحظوا. فكما أن النجوم في السماء عالية لا يستطيع بشر أن يصل إليها، فهي مصانة ومحفوظة، فكذلك القرآن في كتاب في اللوح المحفوظ مصان، لا يستطيع أحد أن ينال منه أو ينتقص منه أو يغير فيه، لأنه محفوظ بحفظ الرحمن، كما حفظ النجوم في السماء حفظ القرآن في اللوح المحفوظ وحفظ القرآن في قلوب الحفاظ. وهذا وعد من الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتأملوا المناسبة بين القسم بالنجوم والمقسم عليه: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، كما حفظ النجوم في السماء حفظ القرآن في اللوح المحفوظ وفي قلوب الحفاظ سبحانه وتعالى. فاطمئنوا، رأيتم تناسب مثل هذا التناسب العجيب. فكما أن مواقع النجوم بعيدة كل البعد عن اللمس والاقتراب والتغيير والتحريف، فإن القرآن الكريم في صيانته وحفظه عن التغيير والتبديل كذلك. ولذلك قال ربنا في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تأملوا هذا الجمال في التناسب بين القسم بمواقع النجوم والقسم بالقرآن الكريم. القسم في سورة النجم، قال ربنا سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. الله سبحانه وتعالى أقسم بالنجم، والنجم هو عند العرب مثل الساعة الإلكترونية عندنا، فكأن كانوا يقيسون به الزمن ليلا في الظلام. النجم، الناس تنظر إلى النجم في السماء وتقيس به الزمن، هكذا كانت العرب تفعل ذلك. فكذلك نحن عندنا الساعة الإلكترونية، فالنجم هو الهادي لهم في ظلمات البر والبحر، والسالك الساري على ضوء النجم في سريانه، ولا يضل لا في بر ولا في بحر. فكأنه يقول: نجمكم محمد. يا سلام، صلى الله عليه وسلم. ما ضل صاحبكم وما غوى.
فكما لا يضل المهتدي بالنجم في سيره فلا يضل المهتدي بمحمد في طريقه. يا سلام. فكما لا يضل الساري الماشي في سيره على ضوء النجم وعلى هداية النجم وعلى اتباع نور النجم، فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم هو النجم الذي إذا اهتدى به المهتدون لا يضلون أبدا بل يفلحون، وأعد الله عز وجل لهم الجنان. ما أعظم هذا الارتباط ما بين النجم وبين صاحبكم هنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وأتى أيضا بما هم يعرفون، يعني حدث قريشا بما يعرفون وبما يهتدون، يعني النجم كانوا يهتدون به في ظلمات البر والبحر، يسيرون في ضوئه ويقيسون به يعني الساعات والوقت والزمن وهكذا. فكما أنه لا يضل من صار في هدي النجم وضوء النجم، فكذلك لا يضل من صار في هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بل يرتفع شأنه وتعظم مكانته ويرضى الله عنه، كما أخبر سبحانه: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما شاء الله ما شاء الله. ولذلك ورد في بعض الأبيات من الشعر وصف الشعراء محمدا صلى الله عليه وسلم بالنجم. فهل وجدتم تناسبا مثل هذا التناسب؟ محمد نجم صلى الله عليه وسلم. فإذا كنتم تهتدون بالنجم في فلق السماء وتسيرون وتصلون إلى أهدافكم بسلام، فاهتدوا بمحمد وبنور محمد صلى الله عليه وسلم، تصلون إلى الجنان بسلام.